يا هلا والله في فيديو جديد في قناة سموكي فاشا. طيب فيديو النهاردة يا جماعة أنا هتكلم معاكم عن تطبيق يعني بيخلي جودة الصوت بتاعتك حلوة، بيعزل الضوضاء بشكل ما، يعني بيخلي مفيش ضوضاء باينة كده في التسجيل نفسه. أنا طبعا بستخدم البرنامج ده في إيه، إن أنا بسجل أحيانا من اللاب كده ريكورد شاشة عادي، وبسجل هنا الموبايل فويس أوفر، وبعدين في المونتاج بدمج الصوتين مع بعض. تمام، أنا هوريك التطبيق دلوقتي وأوريك بيستخدمه إزاي وكل حاجة تمام بإذن الله. يعني تابع الفيديو معايا بس، هندخل التطبيق اهو. طبعا هحط لك اللينك بتاعه في الوصف تحت. بندخل التطبيق طبعا بنديله كل الصلاحيات، طبعا يعني اي صلاحية هو بيطلبها بنديها له. هو بيطلب اصلا صلاحية ايه؟ هوريكوا دلوقتي بيطلب ايه. عموما الاوزانات، الاشعارات والمايك، كل الحاجات دي يعني حاجات عادية برضه. وندخل التطبيق. طيب احنا ازاي هنسجل يا محمد؟ اول حاجة ندخل اعدادات، تختار طبعا صيغة الصوت انت عايزها. لو انت فاهم في الموضوع اكتر مني يعني ممكن تغير صيغة الصوت عادي، وانا طبعا التسجيل اللي بيطلع سواء ويف او ام بي 3 او ام بي 4 او كلام من ده، انا مخليه ويف عادي على فكرة، وشغال عندي على كاين ماستر او ان شوت او اي برنامج تعديل على الموبايل. انا عموما بعدل من اللاب. مهم تسجيل اسم التنسيق لو انت عايز تغير الاسم بتاع التنسيق، ودي طبعا شوية حاجات كده لو انت عايز تعدل فيها عدل براحتك. يعني انا مخلي وضع دارك عموما، ومخلي اللغة افتراضي انت من اللغة العربية يعني. طيب ازاي هنسجل؟ هندوس على العلامة الحمراء دي اللي هنا دي، هندوس عليها. تمام، دلوقتي احنا اللي يعني ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي وبنقلله ده، هو دلوقتي بيسجل صوتي عموما. تمام، بيسجل صوتي. طيب ايه الحل بقى يا محمد، او ايه الطريقة؟ عموما احنا بنقلل على قد ما نقدر كده بحيث ان احنا ما نلاقيش اي تشويش من العلامة الخضراء دي. تمام، بننزل على قد ما نقدر. طب لاحظت ان انا بنزل جامد بتقل العلامة الخضراء دي، ده معناها ان صدى الصوت بيقل، بس مش مسموح لك او مش الافضل انك تقلله على الاخر، ومش الاحسن انك تعليه على الاخر برضو. يعني سيبك، خليك مثلا في الوسط هنا، مثلا خليك مثلا في نقول اوصل لتمانية ونص. 8.5 كويس جدا على فكرة، ممكن تلاقي برضو ترددات عالية وكلام من ده، تنزل لحد 11. 11 كويس ومش هيبقى صوت عالي ولا واطي. وطبعا التشويش او صدى الصوت عموما او الحاجات دي بتبقى قليلة في الخلفية طالما انت خليته 11. تمام، وبعدين بقى بتعمل ايه؟ تروح دايس على هنا كده، تروح دايس على دي. تمام كده انت بقى خلاص، انت هو زي ما انت شايف سجلت شوية تطلع كده، خلصت ودوست على دي بيظهر لك اعلان، تطلع من الاعلان عادي جدا وكده خلاص التسجيل اتعمل. طيب ازاي يا محمد دلوقتي نحفظ التسجيل؟ هقول لك بكل هدوء، انت هتعمل مشاركة كده، يا هتعمل الحتة دي كده. تمام، زي ما انت شايف كده ده التسجيل اللي انا عملته دلوقتي. وبس كده يا سيدي، ده كل فيديو النهاردة. ياريت لو استفدت من الفيديو تنزل تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وبس كده، سلام.